نبتدي دايما بان شعارنا هو الحب، بنقول لقد بدا وجودنا بالحب، فالنفخه من روح الله لتهب ادم الحياه كانت قمه الحب، واستمرار وجودنا ايضا لا يتحقق الا بالحب. طبعا احنا بنتكلم في المدرسه التحليليه، والمدرسه التحليليه دي هي ام المدارس، ولولا المدرسه دي ما كانش بقى في حاجه اسمها علم نفس، لانه اصلا ما كانش موجود علم النفس قبل فرويد، انما هو اللي عمل اسس لعلم النفس. فعشان كده المدرسه دي اللي بيفهمها كويس ممكن يتعلم اي مدرسه تانيه بسهوله جدا، لان دي المدارس كلها تقريبا طلعت من ايه، من هذه المدرسه. كنا بنتكلم عن الحاله المرضيه، ان في بنت سنها 22 سنه طالبه جامعيه عايشه مع اب وام، وفي ثلاث بنات وولد واحد، هي البنت الايه الاخيره، لكن اخوها رقم 2 بعد اختها الايه الاكبر. البنت ديت من شهور بقى جالها نوبات اغماء وفقد وعي، وعرضت لاطباء المخ والاعصاب، وتم فحصها مع عمل رسم مخ، واخذت عقاقير متنوعه لعلاج حالتها، ولكن دون ايه؟ دون جدوى. فده خلى طبيب الاعصاب يطلب عرضها على الايه؟ على الطبيب النفسي. فماذا فعل الطبيب النفسي؟ هنشوف في اخر المحاضره هيعمل ايه الطبيب النفسي معاها. طبعا احنا جاوبنا على اسئله ايه هي الجوانب اللي اشتملت عليها نظرية فرويد، جوانب 6، واتكلمت عنهم بالتفصيل، و قلنا ايه مكونات الشخصية في نظرية فرويد، وقلنا ايه علاقة اللاشعور بالشخصية، وازاي الغرائز بتشتغل او بتعمل، وايه هي، وايه هما الغريزتين الاساسيتين، اتكلمنا على كل واحده فيهم بالتفصيل، وايه اللي يحصل لما الشخص يتخذ نفسه موضوع للليبيدو، يعني يوجه كل الليبيدو تجاه ايه؟ نفسه. وقلنا دي هتبقى الشخصيه النرجسيه، واتكلمنا عن مواصفاتها اللي هي مواصفات الشخصيه النرجسيه، وقلنا طب ايه اللي هيحصل لو انتقلت الكمية الرئيسية من الليبيدو من الشخص الى الموضوع، وقلنا انه اقصى حد عمل ده في التاريخ كانت العاشقة الالهية، او عاشقة بيسموها ايه، عاشقة الحب الالهي اللي هي ربعا العدوية، وقلنا انها كانت يعني كل كيانها بعد ما عاشت نص حياتها الاولاني في مجون وغيره، نص حياتها الثاني كان كله لربنا بس وحب ربنا بس. اتكلمنا عن غريزه الثانتوس، وقلنا الاضطرابات النفسيه عن الانفجارات غير المحكومه، اتكلمنا عنها، وقلنا ايه اللي يحصل لو اطلقت الغرائز البشريه وبتنبع من ايه، وهل جسم الانسان بيمارس الغريزتين تلقائيا، وقلت لكم ان في حاجه اسمها انابوليزم اللي هو اليه البناء في الجسم، وكاتابوليزم اللي هي اليه الهدم، وان دول بيشتغلوا مع بعض من اول الخليه المخصبه الى نهايه عمر الانسان، وانه في الاول بيبقى الانابوليزم او البناء اعلى ويفضل عالي لغايه السن اواخر العمر، فيبتدي الهدم يزيد عن البناء، فيعني تبقى النهايه بتاعه البني ادم. هل بيتفاوت عمر وعي الانسان بذكرياته ومشاعره؟ قلنا اه، حسب الايه؟ الانكونشس والبري كونشس والكونشس ووجود ده، واتكلمنا عنه. اتكلمنا عن نظريه الكبت ودور الطبيب النفسي فيها، وقلنا انه اهو لو في غريزتين متصارعتين مع بعض، وبعدين فيهم غريزه كبتت، فالغريزه اللي كبتت ديت هتبتدي تبحث عن مخرج، فلن تجد المخرج الا في الاعراض الايه؟ المرضيه. ده الطبيعي.
انما دور الطبيب النفسي انه ما يبقاش التفريغ زي ما غدا كانت بتعمل مع وفاء، لكن يبقى دوره انه يكشف عن الرغبات الايه المكبوته عشان يطلعها لدائره الشعور عشان المريض يواجهها ويتعامل معاها بوعي وبارشاد وتشجيع من الطبيب. ورسمناها بهذا الشكل، قلنا اهو ادي الصراع اللاشعوري المكبوت، وبحث عن مخرج فظهر في صوره اعراض مرضيه، فاحنا دورنا ان احنا نحوله الى صراع ايه شعوري عشان ما يبقاش فيه ضرر منه. ده دور الايه الطبيب. قلنا اي اجزاء الشخصيه بيرتبط بالابداع، وقلنا ان ده الهوى او الاد، لانه ده ميراث البشريه كلها بالاضافه الى الفطره اللي موجوده داخل الانسان واللي فيها كل الطاقات الحيويه واللي بيطلع منها الانا وبيطلع منها كل حاجه. واتكلمنا عن الانا وليه اتوجد ووظائف الانا والوظائف النفسيه، اتكلمنا عليها اللي هي احد وظائف الانا، وقلنا ايه اخطر وظائف الانا، وقلنا الفرق بين الشخصيه السويه والشخصيه العصبيه ومما تتكون الشخصيه في المدرسه التحليليه. مما تتكون من الخبرات اللي الطفل بيمر بيها خلال مراحل متعاقبه من النمو النفسي، وان في طاقه ليبيديه بتتركز في منطقه معينه من الجسم وفقا لمرحله النمو. الكلام ده كلام خطير وكلام غامض ومش واضح، لكن لما هنقول كل مرحله واللي بيحصل فيها دلوقتي الدنيا هتختلف. ايه بقى المراحل اللي بتتكون منها الشخصيه تحليليا او طبقا للمدرسه التحليليه؟ اولا الفميه، الشرجيه، الاوديبيه، الكمون، والجنسيه اللي البالغه. دول الخمس مراحل بتوع النمو النفسي اللي قال ركز عليهم فرويد في النظريه بتاعته. فاحنا هنتكلم عن المرحله الفميه، والكلام مش سهل، كلام صعب، وعايزين نتخيله بتركيز، لان احنا لو فهمنا ايه اللي بيحصل في كل مرحله بالظبط هنبقى فهمنا الانسان بينمو ازاي وتشكيلات شخصيته ازاي والدفاعات اللي بتستخدم في المرحله دي ايه والدفاعات اللي بتستخدم في المرحله الثانيه ايه، والدنيا هتنور كده في دماغنا. عشان كده ركزوا وايه وما تستعجلوش. المرحله الفميه اللي هي الاورال فيز بيبقى التركيز فيها وبيبقى محور لذه الليبيدو فيها على الفم. وطبعا انتوا عارفين لما الطفل بيتولد بيبقى كل علاقته بالعالم الخارجي هي علاقه الفم، انه بيتغذى منه وبيستمد منه الاحساس بالامان. وده بيفضل في السنه ونص الاولانيين اللي هم ال 18 شهر الاولانيين. وطبعا المص والاكل والعض دول ثلاث حاجات. هو المص هيوصل للطعام، فكأنه المص هو اللي هيوصل للاكل، لكن العض هيوصل هنشوف. وهل العض ده بيحصل من اول يوم للطفل ولا بعد ما العضلات بتاعت المضغ تبتدي تشتغل واسنانه بتبتدي تشق طريقها عشان تطلع وتشوف النور. فالاشباع الزايد او الحرمان الشديد هيعمل هيعمل تثبيت لكميه اكبر من الليبيدو في المرحله دي. طبعا احنا عارفين الليبيدو يعني يعني الطاقه طاقه الحب وطاقه الحياه وبما فيها الطاقه الجنسيه. وده هيخلي الشخص عرضه لانه يبقى عنده نقوص للمرحله دي. يبقى الاشباع الزايد او الحرمان الزايد يبقى صح ولا غلط؟ غلط. خير الامور بس هو ده المطلوب.
وهل الوسط ده سهل عمله؟ طب هنشوف. طبعا من الاعتمادية والشرف والميول الفمية اللي هي تشبه مص السدي، طبعا التدخين والإدمان ومضغ اللبان والصرصرة، كلام اللي ايه كتير، كل دي حاجات بتحقق إشباعات فمية. احنا دايما لما بنواجه بمدمن بنبتدي نركز قوي على انه احتياجاته الفمية كتيرة، وانه عنده تثبيتات في المرحلة الفمية، وان عنده ايه اعتمادية فمية، والاعتمادية الفمية اللي كانت على سدي مامته تحولت الى اعتمادية على مادة ايه مخدرة. اقصى لذة للطفل هي انه يمص حاجة مشبعة زي السدي، ده اقصى حاجة عنده. والحفازات الغريزية بتستقبل الإشباع الفمي بسلبية في المرحلة الأولانية. بمعنى إيه؟ معنى إن الطفل لسه كل اللي بيقدر يعمله المص، لكن ما بيقدرش يعض، لأن عضلات المضغ لسه إيه؟ لم تنمو، وبالتالي هنا بيبقى مستقبل سلبي بمص من غير قوة تعد او تحتوي السدي بقوه. فدي اسمها اورال انكومبريتيف فيز، اللي هي المرحله الاحتوائيه السلبيه، يعني لان ما فيهاش غير المص، ما فيش فيها قوه ايجابيه عشان يعني تقتحم السدي وتاخد اللي فيه. وطبعا بيعقبها المرحله دي، بيعقبها او نص المرحلة الفمية الثاني اللي بيبقى فيه إيجابية أكتر في الأخذ، اللي هي بنسميها الفمية العدوانية. شايفين كلمة العدوانية؟ مش الكلام ده يخض؟ إيه ده؟ يعني هل فعلا الطفل بيبقى عدواني في النص الثاني من المرحلة الفمية؟ هنشوف إزاي دلوقتي. فطبعا تدفق اللبن الدافي في جوف الطفل بيحقق له اشباع، وبيخلي ان الفم منطقه ايه ليبيديه، وبعدين بعد ظهور الاسنان بيبتدي الطفل يحط ايه صباعه في بقه، وبعدين تديله قلم زي ده كده في ايده يمص، يروح حاطه في بقه ويمص فيه ويعض عليه. وبعدين عشان بقى السنان بدأت تظهر، نقوم نديله ايه بتاعة كده عضادة ايه يعض عليها عشان تساعده على ظهور الايه السنان. هيعض في حلمة امه العين، ها؟ هو بيحل عض في حلمة الام. فهنا كل منطقة الفم تبحث عن الاشباع الليبيدي في هذه المرحلة. وان استمرت الحساسية الشهوية دي للفم، بيولع الطفل بالذات الطفل اللي ياخد اشباعات ايه زايده، يولع بالاشباعات الفميه، ولما يكبر هيروح لفين؟ الادمان. ايوه. ليه؟ لان احنا عملنا له اشباع ايه زياده، فبقى مثبت على المرحله دي، وبقت هي دي غايته في الدنيا كلها، وبقت عميقه جواه في اللاشعور لدرجه انه بيدور عليها، فيلاقيها في التدخين، يلاقيها في الإدمان، يلاقيها في الشرب، يلاقيها في الحاجات اللي إيه اللي بتدخل عن طريق الفم. أما إذا أصابه كبت بقى، يعني اتصدم في المرحلة ديت بالكبت نتيجة لقسوة الأم، فبيبتدي يحتج، واحتجاجه يظهر في شكل انا قرفان، انا مش مبسوط، فيبتدي يقيء اللبن وما يخلوش يستنى، كانه بيطرده الى العالم الخارجي اللي هو مش راضي عنه. كتير من اللي بيشكو من اضطراب الشهيه والاحساس بزبده في الزور او تقلص الحلق والقيء
كانوا بيمارسوا النص بشغف قوي في الطفولة. دول كلهم عندهم تثبيتات ايه؟ فمية. ها؟ اللي عندهم اضطرابات شهية وهم سنهم كبير او يجي لهم احساس بشدة في الزور او تقلص في الحلقة او كده، معنى كده ان المنطقة دي كانت منطقة ايه؟ تثبيت. وعشان كده لما يتعرضوا لمعاناة تبتدي المنطقة دي تظهر على طول. تجي لنا دايما واحدة عندي شدة في الزور وما ببلعش، يا دوب تبلع المية لكن ما تعرفش تبلع الأكل، والشدة واقفة في زورها على طول وما بتنامش. فدي واضح إن دي هيستيريا، وإن دي أساسا عندها تثبيت إيه؟ فمي. احتياجات الطفل الفمية حادة وعاجلة. يعني إيه حادة وعاجلة؟ يعني ما ينفعش أمه تقول له لا استنى عليا بس لما خلص الطبيخ، ما ينفعش. وهو عشان هو اعتمادي، فاستجابة الوالدين للاحتياجات العاجلة بتخليه يتعود على ايه؟ على انه لما يطلب لازم يجاب. يبقى احنا كده بنعوده على الاعتمادية ولا بنعوده على الاستقلالية؟ ايوة. فهنا ما بنعملش حاجة اسمها frustration tolerance. يعني تلاقي الام جايبة دادة مخصوص للطفل وهي، وفي واحدة تانية خدامة للبيت عشان الطفل ما يعيطش. اهو الطفل ده هيبقى اعتمادي تماما، واعتماداته الفمية ملحة ولازم تستوفى بأسرع ما يمكن، وده هيبقى عرضة للايه؟ للإدمان بعد كده. عشان كده لازم الطفل يتحمل الحرمان بدرجة مناسبة، زي ما قلنا لا إفراط ولا تفريط، لا إشباع زايد ولا حرمان إيه؟ ولا حرمان زايد، لأن ده هو اللي هيأثر على شخصية الطفل بعد كده. الحرمان المفرط أو الإشباع المفرط بيعمل صعوبة، لأن الطفل بينظر من المرحلة الفمية إلى المراحل التالية من نمو الشخصية، ومعاه الحرمان أو معاه الإشباع الإيه؟ إزاي؟ ده أو ده، الاثنين دول بيعملوا له تثبيت للمرحلة دي، ونقطة التثبيت دي تبقى إحنا مش دريانين بيها ولا هو دريان بيها، لكن عند مواجهة أي ضغط يروح راجع للإيه؟ للحكاية دي. يعني في ناس كتير بتواجه ضغوط ويواجه الضغوط بعقلانية، وفي ناس تانيين لما يواجه ضغط يروح رايح على الايه؟ الخمرة وايه؟ ويشرب ويشرب بكميات. هو هنا بيشبع الاحتياجات الايه؟ الفمية، لانه مثبت عليها، فما صدق انه يبقى محبط فيلجأ ليها على طول. طبعا زي ما قلنا الطاقات في المرحلة دي موجهة للبحث عن الإشباعات الفمية اللي كانت قليلة خلال الطفولة، بحثا عن التعويض اللاشعوري لذلك الايه؟ الحرمان اللي كان حاصل. يعني الحرمان يقول لك احنا هنعوده الحرمان عشان يطلع راجل، بس الحرمان لما يزيد يعمل تثبيت ويحاول دايما يبقى عنده رغبة لا شعورية في تعويض هذا الحرمان بعد كده طول حياته. والإشباع المفرط برضو هيخليه ايه؟ برضو عايز يرجع لهذه الايه؟ اللذة اللي اتحرم منها برضو بشكل لا شعوري، وبالتالي الاثنين ايه؟ زي بعض. ازاي بقى بتتكون الشخصية الفمية وايه صفاتها المميزة؟ واحنا عندنا حاجة اسمها شخصية فمية؟ طبعاً. في المدرسة التحليلية في شخصية فمية ولها مواصفات. طبعا لما توجه الطاقات لمحاولة تكرار المحافظة على حالة الإشباع والتثبيت، يا إما حرمان يا إما إشباع، فطبعا الشخصية هتتأثر، وده يؤدي إلى النمو الشخصية لإيه؟ فمية.
اللي بتتميز بقى بالصفات الاتيه او التقابلات الاتيه: الشك في مقابل السذاجه، دي صفه من مواصفات الفميه. يعني ايه شك في مقابل السذاجه؟ هنقولها دلوقتي. والتفاؤل في مقابل التشاؤم، والحسد في مقابل الاعجاب بالنفس، واحتقار النفس في مقابل الغرور، والسلبيه في مقابل التلاعب بالاخرين. دول خمس ايه؟ صفات، مش كده؟ التفاؤل بقى هيجي من ايه؟ التفاؤل في مقابل التشاؤم، التفاؤل هيجي من ايه؟ من تخيله ان الاشياء دايما هتبقى ايه؟ عظيمة. ده اللي حصل له اشباع ايه؟ زيادة. ها؟ ده اللي عنده دايما تفاؤل انه الاشياء هتبقى دايما ايه؟ عظيمة. والسذاجة هتيجي من ايه؟ انه حاسس انه متميز، وحاسس انه مفيش حد زيه، لانه امه وابوه بيدوا له هذا الايه؟ هذا الانطباع. هذا الانطباع من خلال الاشباع اللي بيتحقق، ومن خلال الاعتماديه اللي هم بيعملوها له، فبيبقى ساذج بسهوله جدا. الشخص الاعتمادي الزايد بيبقى عنده سذاجه، وبسهوله جدا اي حد ممكن يضحك ايه؟ عليه. فاكرين لما اسماعيل ياسين اشترى العتبه الخضراء؟ هو كان عنده الحكايه دي، عنده السذاجة الايه؟ اللانهائية ديت، واللي بتقول ان هو شبع قوي في المرحلة الفمية، وبقى عنده اعتمادية شديدة جدا على الاخرين، وثقة جامدة جدا في ان اي حد ممكن ايه؟ يضحك عليه ويبيع له العتب. الغرور بينبع من الشعور بامتلاك كل شيء مهما على، من خلال اللي رسبه الاب والام. انت يعني محدش زيك، ولازم تاخد كل حاجة، واشباعات زايده. التلاعب بالاخرين هينبع من ايه؟ من موقف انه قادر على انه يخلي الوالدين يعملوا له كل اللي هو ايه؟ عايزه. ما هو لما مجرد انه يعيط ويرفص يجروا الاثنين عشان ايه؟ يعملوا له اللي هو عايزه. الله، ما هو كده ايه؟ دي هتبقى ايه؟ لعبته. ولما يكبر برضه هيعمل نفس الشيء عشان ايه؟ يتلاعب بيهم، عشان يبقوا تحت رجليه طول الوقت. اللي تغلبه العب. الاعجاب بالنفس، الافتتان بيرجع للشعور بالايه بقى؟ ان الاخرين كويسين، وانا كمان كويس، واهلي كويسين، ولكن اهم حاجه انهم مفتونين ليا، فانا عشان كده معجب بنفسي. وده طالما حصل وترسب في العمق اللاشعوري بتاعه في السنة ونص الأولانيين، هيبقى هو ده الايه؟ الأساس بتاعه طول الوقت، الإعجاب بالنفس. التشاؤم وفقدان الأمل وإن الحاجات لن يتم إشباعها، ده لمين بقى؟ اللي عنده نقص، للي حصل له حرمان. طب الشك في الآخر هيحصل لمين برضو؟ أن الوالدين ما مش ممكن أثق فيهم، ده لما بعيط واتفلي ما بيجوش ايه؟ يرضعوني، ولا يجوا يهتموا باحتياجاتي. فكده بقى في شك في الايه؟ في الاخر. يعني اذا في حاجات بوزيتيف ناحيه الاشباعات، وفي حاجات نيجاتيف ناحيه الحرمانات. بس هل دي صح ولا دي صح؟ بالظبط كده. طبعا لفرط ما حدث منهم من حرمان، فبدا يشك في الايه؟ في العلاقة بالآخر. فاكرين لما كنت بقول لكم إنه بتتكون صورتين للأم لدى الطفل؟ إذا جريت عشان تشبعه وتحقق له إشباع، بقت جود إيه؟ جود ماذر. وإذا سابته محروم فترة طويلة، فبقت إيه؟ باد ماذر. المشكلة بقى إنه ده بيعمل أمبيفالنس في داخل الطفل على مستوى اللاشعور، إنه أحب الشخص ولا إيه؟ ولا أكرهه. ساعات اللي بيبقوا متثبتين على المرحله الفميه ما يقدرش يجمع بين الايه؟ بين الحاجتين دول. بيبقى عايز ايه؟ واحده فيهم. فيفصل بين الشعورين، فيبتدي يحب امه ويكره ايه؟ ابوها او مرات ابوه.
المهم ايه؟ ما يقدرش يحب ويكره نفس الشخص. النضج يا جماعه ان نستطيع ان احنا نحب ونكره نفس الشخص، ده النضج. لما بيتعامل معانا كويس بنحبه، ولما يضايقنا بنكرهه، لكن في نفس الوقت احنا متوازنين في العلاقه معاه. وايه ويعني في تفاهم، يعني احنا ما بنخسرش بعض، ها؟ انما اذا حصل مبالغات هيبقى العكس. الاحتقار للذات بينبع من ايه؟ من تصور انه بغيض وانه سيء وانه غير مقبول. مين اللي بيعمل ده؟ يعني في واحده عندي بعالجها بتقول ان جوزها مختلف عن اخواته كلهم عينيهم ملونين وبيض وحلوين زي امهم، لان امهم شقره وابوهم كمان ابيض، فكلهم كده ما عدا ولد فيهم اللي هو جوزها شكله مش كده، شكله مختلف ولا عينيه ملونه ولا حاجه وشكله وحش. فالام كانت طول الوقت تقول له انت شكلك ايه؟ وحش طول الوقت ورفضاه. وايه ولما يقعد على رجلها تقول لي امشي امشي امشي، ما بلاش قرف انت ده تعمل فيه كده. فالولد ده لغايه دلوقتي متعقد وبيطلع ده في مين؟ في مراته. يا نهار ابيض، بدات العفونه ما خلاص امه فبقت الام هي مراته، قصدي هي اللي ايه؟ بديل للام. فطول الوقت يقول لها انت مش حلوه، انت مش، مع ان مراته ست حلوه، يقول لها لا انت مش حلوه انت مش جميله. وبعدين لما تقعد تفكر، اما حماتها بقى بتلاقيها ايه؟ ده انا كنت دايما اقول له كذا، ده فهمت هو بيقول لها كده ليه؟ لانه شايف نفسه وحش فبيسقط ده ايه؟ عليها هي، معناها هي ست جميله يعني. وطبعا زي ما قلنا ده من خلال العلاقه بتاعت الوالدين. السلبيه والاستسلام بتنمع من الاحباط المتكرر طبعا. يعني هو الطفل لما يبقى محبط طول الوقت ومحدش مهتم بيه، ما شايفين وفاء دي ايه؟ ما هي واحده سلبيه ومستسلمه ومحبطه ومحدش مهتم بيها مهما بكت ومهما عملت، وعندها تثبيتات الشخصيه الفميه. عشان كده الوزن ايه؟ من ايه؟ هتقولوا لي ده جاي من الهوى، زي بتقول لي ما باكلش، هتصدقوها انها ما بتاكلش؟ امال كل ده جاي من ايه؟ ده رجليها مش قادره تشيل من كتر الوزن. طبعا دي السلبيه والاستسلام. الحسد للاخرين لهفه داخليه لامتلاك سمات بتجعل الشخص محبوب وتكفي لان ينال اهتمام خاص من الناس. يعني هو بيحسد الاخرين ونفسه قوي يبقى زي حد محبوب وزي حد اي حد مرغوب، ويبقى ايه؟ عايز ينال الاهتمام. وهو بيحسد الاخرين اللي فيهم الصفات دي عشان يبقى ايه؟ زيهم. الولد اللي امه كانت بتقول له انت وحش ده طول الوقت كان عايز يبقى زي مين؟ اخواته التانيين اللي هم مرغوبين. لكن هيهات، هيجيب منين؟ هيقدر يغير شكله؟ مش هيغير. وعشان كده طول الوقت عنده حسد للايه؟ لاخواته لغايه دلوقتي. ومراته بتحكي لي انه لما ابوه يختلف مع امه يجي في صف ابوه ويهاجم امه كانه بينتقم ايه؟ منها ومن رفضها له. الاشخاص المتثبتين على المرحله الفميه بينشغلوا بصوره خاصه بالدفاع ضد قلق الانفصال. يعني هو ام هي مصدر الاشباع، انا خايف انها تسيبني وايه؟ وتمشي. برضو واحده متجوزه وعندها تثبيتات فميه خايفة من ايه؟ ان جوزها يسيبها لأي سبب من الأسباب، وماسكة فيه بإيديها وإيه؟ وأسنانها كأنها طفلة. لو خرج خدني معاك، لو مش عارف ايه كل شوية ترن عليه ايه؟ التليفون. بتشوفوا الزوجات كده كل شوية ترن عليه التليفون في الشغل عشان ايه؟ تطمن انه موجود وانه عايزها. فهنا ده ضد ده كله، التصرفات دي كلها والدفاعات دي كلها ضد قلق الايه؟ الانفصال. طبعا هم قلقانين على موضوع الحب بتاعهم اللي هو الام،
وهم عارفين قد ايه هم انانيين واعتماديين ومحتاجين للاخد. ها؟ وممكن محبوبهم ده ينسحب. ياه لو واحد عنده تثبيت فمي ومجوزه تتخيلوا يحصل له ايه؟ اسلام اسلام مش بتسيك كارثه كارثه. ده ممكن يروح بيدمن اسلام ده حصل. ايوه واحده حكت لي انه بعد ابوها ما مات امها اتجوزت الولد الكبير ادمن على طول. اهو نفس الكلام اللي احنا بنقوله هنا ده. ها والحاله اللي جت في الاسبوع اللي فات لما أيوة. حضرتك اتكلمت معاه وبرضه جت الجواز وكان شايل نفسه تتجوز ليه. أيوة. طبعا مع الخبره بيتعلموا انهم يملكوا السيطره لرغباتهم الملحه والخوف من انه يتساب لوحده فيبتدي يبقى حريص قوي على انه يكسب الايه الام ما يخسرهاش عشان ما تسيبوش. وبيتعلم بقى انه ينكر او يسقط الرغبات بتاعته من الانانية والبخل وهو متلهف للتلقي السلبي دون عطاء. يعني هو ما بيديش هو ايه بس انما ما بيديش ويبقى راجل كبير ومتجوز وما يديش ويروح ياخد من امه عشان ايه هي طول الوقت هي مصدر الايه العطاء حتى لما عندهاش غير معاش جوزها ومع ذلك يروح ايه ياخد منها وهو عنده دخل ومش محتاج بس برضه يروح ايه ياخد منها او الاخذ العدواني دون استحقاق. ده ساعات يروح الاب يموت ويبتدي ايه ياخد ميراث البنات وما ايه ما يديش حد حاجة. ها هو بيسيطر على ميراث البنات ليه؟ عشان احتياجاته الفمية لم تشبع او اتعود على انها تشبع ايه زيادة فكأنه كل اللي سابه الاب هو ايه ليا انا والاخت دي اللي بعد مني لا دي ملهاش لازمة. والكلام ده مش بس بينطبق على الممتلكات ده ممكن يبقى موضوعات او فكر. يعني انا اعرف زميل ياخد عبارات مني وياخد حاجات مني ويروح اتكلم بيها في اماكن وساعات اتكلم بيها قدامي من غير ما يتكسف ولا عنده دم معناها عباراتي وكلامي. ففي ناس كده يعني ده برضو ايه تثبيتات فمية انه ياخد افكار الاخرين. وطبعا يعني حدث ولا حرج بقى عن الكتب بتاعتي وكل واحد واخد مش عارف ايه والخيبة التقيلة دي والطمع في الفكر. طبعا الشخصية ديت بتمل الفمية ديت بتمل الاعتمادية وبتستخدم دفاعات بدائية. الدفاعات البدائية امتى؟ لما يحصل تهديد او ايه او احباط. هنشوف بقى ايه الحيل الدفاعيه بتاعت المرحله الفميه. الانكار الانكار لانه الانكار ده بيقفل عينيه عشان يتجاهل العالم الخارجي. فيبقى انا محبط وايه والعالم الخارجي ده مش عاجبني فانا هقفل عينيا والعالم ده مش موجود انا بنكر ايه وجوده. فده الانكار وده عشان يغطي على الاحتياجات غير المشبعه اللي هو محبط بسببها. فايه فانا مش محتاج انكار مع انه عنده ايه الاحتياج. على المستوى المعرفي الحيلة الدفاعية دي بتشمل إغلاق اهتمام الشخص بالنواحي المهددة من العالم أو الذات. يعني في حاجات بتهددني لكن أنا هي مش إيه مش موجودة. يعني واقع في كارثة
المفروض يتصرف ويبتدي ينكر ان الكارثه ايه موجوده لغايه ما الكارثه تبقى ايه فوق دماغه. يعني ما يعملش ايه احتياط ولا حذر خالص. الاسقاط هو اعتقد ما بتعجبوش حاجه وهو بيرضى بيعمل ايه؟ بتفاهه يسقطها على العالم الايه؟ الخارج. فهو بيلفظ الاشياء سيئه المذاق اللي بتتقال بيدوها له عشان يخليها جزء من العالم الخارجي، وكانه بيقول اي حاجه وحشه فيا مش مني، ده من عالم الايه؟ من العالم الخارجي. وطبعا ده بيخليه يركز على ادراك النواحي السيئه فيه او في العالم اللي حواليه، وفي نفس الوقت يسقطها على العالم كله حتى لو هي فيه هو اساس، يسقطها على العالم كله على العالم الخارجي. الاستدماج اللي هو انه ياخد الحاجات وايه ويحشرها، انه بيروح على الثلاجه يلاقي اكل اخواته متشال ما يخليش، لان عنده التثبيتات الايه الفميه وعايز ياخد كل حاجه جواه اهو. بلع الطعام واستدماج، يعني الام تبقى شايله في اكل لاخوه اللي متاخر بره يروح داخل على الثلاجه واكله كله، ويجي الثاني بقى يتفلق بقى عشان ده هيبقى جزء منه، لانه هو عايز يحتوي العالم كله ايه جواه. وده طبعا برضو بيخليه ياخد افكار الاخرين ويحطها جواه، قال يعني هي ايه بتاعته، وهو طبعا حرامي ونص ويعملها قدامي. يعني يلا ده حتى الشعار بتاع الحب كان بيحاول ياخده، قلت له لا مش كده، لا مش كده كتير. كنا في مؤتمر وكان بيعرض حاجة وعايز يقول، قلت له لا عندك احنا يا دكتور هنقف اصلا ده بتاعنا. فالشخصية الفمية اللي عندها دفاعات جيدة مش مريضة. الله، امال ايه؟ انها لكنها غير ايه؟ ناضجة. يعني ممكن الواحد يبقى مش مريض لكن غير ايه؟ ناضج. او هم دول، يعني هو شخص ناجح كل حاجة لكن ايه؟ دايما يشوف اللي الحاجات بتاع الاخرين ويبلعها واللي ايه؟ دي بتاعتي. لا مش بتاعتي. وزي ما قلت لكم يبلع مراس اخته ويقول ايه ده بتاعي، وبينكر القانون وبيتحايل على القانون عشان يبلع الايه بتاع اخته. ايه علاقه الساديه بقى بالمرحله الفميه؟ ايوه سمعت عن الساديه؟ الساديه اللي هي ايه؟ تعذيب فلاني عدوانيه. عدوانيه مش كان في سفاح قريب طبعا لفظ الساديه استعير لوصف العدوان المصاحب للتلذذ بوجه عام، وده بينشا عند الطفل في المرحله الفميه، انه لما يعض ثدي الام فتبتدي الام تديله اهتمام حتى لو بالضرب، ده يعتبر بالنسبه له ايه مكسب. فكأن السادية حققت له ايه؟ لذة. هتروح مدياله سدرها عشان ايه؟ يرضع. فهنا هو بيبقى استفاد من العدوان بتاعه. فعشان كده بقت السادية بالنسبة له ايه؟ مكسب. طبعا النص الثاني من المرحلة الفمية اللي هو السنة ونص، قصدي هي سنة ونص، اللي هم الشهور الأخيرة اللي بعد الشهر الثامن كده، اللي بدأت العضلات تنمو والسنان بدأت تشق، فيروح يعض الايه؟ الأم. فلما بيعضها هو بيوقع أذى بيها، فهي بالأذى يا إما ترد بعدوان يا إما ترد بإشباع. فإذا ردت بالعدوان فهو اهتمام مش كده؟ وإذا ردت بإشباع
اهو مكسب. فعشان كده هو بياخد لذته عن طريق الفم ويعض الام ويلمها لما ما تكونش مهتمه ومنشغله عنه. انما مدياله اهتمام والدنيا ماشيه كويسه يبقى كده مفيش عض. انما اول ما يلاحظ انها مهتميه بحاجه تانية غيره حتى وهو مش جعان والثدي في بقه يروح عضته. طب انت عايز ايه؟ عايز الايه؟ عايز الاهتمام. وشوفوا هو طفل وزي ما قلت لكم كده عند السنه نهايه السنه الاولى كده 10 شهور 12 شهر كده يعمل ده. تقولوا الطفل او مكار قوي كده بيتصرف بالفطره اللي جواه وانه بيشوف ان العالم ده كله عشانه هو وعشان تحقيق الاشباعات بتاعته هو. يعني الموضوع الخارجي هو لخدمتي. وحتى تلاقوه لما يجي في السنه الثانيه او سنه سنتين ويتولد له طفل تاني اصغر منه بيعمل فيه ايه؟ عايز يقطعه. ها؟ الغيره ورفض الايه؟ الاخ. الله. وهنروح بعيد ليه؟ ما هو اخوات يوسف كانوا كبار ومع ذلك قالوا ايه؟ لا يوسف احب الى ابينا منا ونحن عصبه انا اذا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف. شوف الافتراء. ابوهم نبي ومفتريين. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. قالوا بعد ما يقتلوه وتكونوا من بعده قوما صالحين. صالحين ايه يا ولادي؟ صالحين ايه؟ ده انتوا قاتله. تكونوا من بعده قوما صالحين. هو شغل اليهود اللي هم بيعملوه دلوقتي افتراء. فالغيره بتاعه الطفل عايز كل الاهتمام موجه ايه؟ له هو. زي ما يبقى نايم وماسك سد الام مش عايز يسيبه. نايم عايز يسيبه بالظبط كده. دكتور طب لو اتفطم قبل السنه؟ لو اتفطم قبل السنه ده ما ده كده الحرمان بقى. ده الحرمان سلام بقى. لانه ما لم يحقق الاشباع اللي كان بيبغيه. انما لما يستمر في الرضاعه سنتين وربنا بيقول كده في القران والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه مش كده؟ فلما بيكمل سنتين رضاعه بيبقى في نص السنه الثانيه الاخرانيه اعتمد على الايه؟ على الاكل. وبقى الثدي بالنسبه له حاجه سنويه رضعه ياخدها كده وهو بينام بالليل وشويه شويه الام تسحب ده منه كمان يبتدي ينام والدنيا تمشي ويبقى كده ايه؟ حقق الاشباع وبقى مش محتاج. انما اللي بيتفطن بدري ده يبقى فيه حرمان. طب والاطفال انا بناتي مثلا في بتحصل ظروف مثلا كانوا متسرين وقعدوا شهر ونص في الحضانه فبعديها انا ما قدرتش ارضع، هل ده برضو بيبقى الطفل متاثر بهذا الموضوع؟ بيبقى اهتمامك وانك انت الرضعه بتاعته وتحضريها في وقتها وتديها له بايدك وتبقي عماله تحسسي على دماغه وماسكه ايده وهو بيرضع وكده هي دي العلاقه. هي دي الاشباع الكامل. ايوه بالظبط دي اشباع من الموضوع. وهنا الببرونه اللي انت بتديها له كانها جزء منك كانها الثدي بتاعك. بيفكر عدوانه بقى عدم الاهتمام او عدم ارواء الايه؟ الجوع. الحاجتين دول يفجروا اهتمامه وعدوانه يحقق الاهتمام حتى لو هتضربه. فالاهتمام هو كل لذته وبيتثبت لديه بقى ان اللذه بتاعته بالايه؟ العدوان. يبقى كده بقى سادي ولا مش سادي؟ سادي. ها؟ فهيؤلم زوجته في اثناء الجماع وصولا الى الايه؟ الى اللذه. وده بيسمى بقى العدوان السادي الفمي. نرجع بقى للحاله المرضيه بتاعتنا اللي انتوا عارفينها كويس. هي بنت قلنا 22 سنه طالبه جامعيه هي الاخيره في ترتيبها وفيه بنتين قبلها وولد وبيحصل لها نوبات اغماء
وفقد وعي، واطباء الاعصاب قالوا لازم تتعرض على طبيب ايه نفسي. فطبعا الطبيب النفسي اجرى المقابله الاكلينيكيه واخذ التاريخ المرض المفصل وحدد الملامح المميزه لشخصيه المريضه وفحصها جسمانيا وعصبيا وخرج بالتشخيص التالي. المحور الاولاني هو اضطراب التحويل الهستيريا الايه التحويليه اللي هي كونفرشن ديس اوردر. المحور الثاني هو ان الشخصيه شبه هستيريه اللي هو نوع الشخصيه بتاعتها اللي هي الهستيريونيك بيرسوناليتي. والمحور الثالث عدم وجود مرض جسماني. المحور الرابع وجود ضغط نفسي وعاطفي شديد غامض لا نعرفه. وبعدين هذا الضغط جعل انا انهار في مواجهه الايه الواقع ويبتدي يحصل الإرماحات. المحور الخامس خلل شديد في التكيف العام وسوء الاداء الوظيفي والاجتماعي. ده التشخيص. طبعا ده التشخيص المتكامل. وكانت المعضله فان احنا نعرف الضاغط او الصدمه اللي احدثت الايه المرض. فكانت الجلسات النفسيه والعلاقه الطبيبيه المريضيه اللي اخذت وقت عشان يتم بنائها. ومن خلال جلسات العلاج النفسي بدا الضاغط المرضي الحقيقي يظهر حين اباحت المريضه بفقد مين الحبيب اللي ارتبطت به منذ طفولتها، حيث صدمت عاطفيا بجواز والدها من واحدة تانية غير أمها. ومش بس كده، ده ساب الأسرة وراح سكن مع الإيه؟ مع الجديدة، وساب هي الباقيين يتفلقوا بقى وتركوا لحياة الأسرة إلى الزوجة الجديدة. فكان الصراع النفسي الشديد الذي لم يحتمله الأنا لأنها مرتبطة بأبوه، قلت لكم هي الأخرانية وكانت مرتبطة بيه قوي، وهي دلوقتي في سن إيه؟ سن يا دوب طالعه من الايه؟ من المراهقه. فما احتملتش الصراع فاحدثت حيله مرضيه اللي هي الكونفرشن كحل للصراع، وفي نفس الوقت عشان تحقق المكسب الايه؟ الثانوي. يعني الصراع يتحل، ده المكسب الاولي، وفي نفس الوقت تحقق المكسب الايه؟ الثانوي. فكان الاغماء ده المكسب الاول. اما المكسب الثاني فهو الطمع في انه الاب يتعاطف ويعود لبيت الاسره. هل ده حصل؟ لا للاسف ما حصلش. فبدل ما حصلش بقى وهو ما لم يحدث ولن يحدث، ومن ثم كان العلاج هو ما سيكشف عنه الطبيب النفسي في المحاضره القادمه ان شاء الله. اعود بكم الى